محمد صالح ما كانش من النوع اللي يخبي أفكاره، ولهذا كان هناك صراع بينه وبين الرئيس بن ملة. فهو أكبر جريح في الثورة، يمد في ولادته ويمد في ماله علاش باش تحيا الثورة. أنت قتلت شعباني، أنت ما أنت إلا مجرم وسفاح. هنا بداية الغضب أنت رئاسة الجمهورية ضد محمد صالح. وفي أثانية من الإطارات ضربت عرض الحائط بكل أخلاقية الثورة الاشتراكية. لا تعرف تنظيم الحزب ولا تفكر فيه أصلا، وهذه لم يعد لها مكان في المواقع التي تحتلها الثورة. هو الذي أحيا جبهة التحرير بعد أن بدأت تغرق في جمودها. هو مرشح لرئاسة الجمهورية وينتخبه الشعب. ثاني شخص البلد الآن بمدي. الرئيس القادم هو واحد من اثنين، هو شاذلي وبن شديد. قالوا كون جات الدنيا دنيا أنا اللي نحاسبك مش أنت اللي جيت حاسبني. من بقي وفي له كان يؤمن بما كان يؤمن به محمد صالح. محمد الصالح يحيوي، الموسوعة الفكرية والسياسية والنضالية، فلا غرابة في ذلك، فهو خريج المعهد الباديسي بقسنطينة، ووالده هو الشيخ عيسى يحيوي من الطلبة النجباء الذين اختارهم الشيخ عبد الحميد بن باديس للتدريس بجامع سيدي قموج بقسنطينة. هو اسم على مسمى محمد الصالح، فهو صح رجل صالح. هذا الرجل الطيب رحمة الله عليه وطيب ثراه، نشأنا في بيت علمي قرآني، كانوا على كل حال جدودنا يقرأوا القرآن. عنده أخلاق رفيعة جدا، عنده تكوين متين، تربى في أسرة كريمة تقدس التربية والتعليم، وكان رفيقا لوالده. ربى في كتاتيب، وباباه كان إمام وشبع بالثقافة الدينية العربية الإسلامية الجزائرية. محمد صالح يحيوي سليل ولاد سيدي أحمد، أحد بطون عرش عين الخضراء. المدينة ذاتها التي وهبت للجزائر المعاصرة يوم 16 جانفي 37 900 وألف محمد صالح يحيوي. تلقى المبادئ الأولى على يد والده الشيخ عيسى يحيوي، حيث حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز عمره 12 ربيعاً. هو قبل ما يأتي إلى بريكة فكان رفيق والدي في سيدي عيش، عندما عينته جمعية العلماء كإماما ومديرا ومعلما لمدارسها الحرة، ثم انتقل مع والده إلى خنشلة، ومن خنشلة في سنة 42 بعد وفاة العلامة الشيخ محمد زقاق رحمة الله عليه أوصى بأن يخلفه في مكانه كإماما ومعلما ومدير الشيخ عيسى يحيى. كانت شوية إمكانيات عند الشيخ عيسى، بعثوا لقسنطينة. لقسنطينة أنا بقيت على كل حال، ثم كانت دروس خاصة دير هنا الشيخ عيسى نقراو، على كل حال دير مجموعة خاصة اللي تقرأ في الدروس هكذا أعلام الابتدائي. انتقل من خنشلة إلى بريكة سنة 42 وواصل تعليمه على يد والده. 55 على كل حال الشيخ عيسى توفى ربي يرحمه. سي محمد صالح قعد في يقرأ في قسنطينة العام، يتسم بالصرامة والجدية والوطنية، هو وطني للنخاع يعني، عروبي يعني، من شبع بوطنيته عروبته. فأول ما التحق بالثورة
لم يكن جنديا بسيط، بل أصبح مباشرة قائدا، قائدا محنكا وخطيبا بامتياز. أحفظنا القرآن، كنت أنا والسي محمد صالح والسي أحمد يحياوي والسي عبد القادر يحياوي والسي عبد الله، هذا كل تكوينه في مدارس جمعية العلماء المسلمين ومرافقته والده في الخطب وفي المجالس. كنا نقرأ عنده كذلك، قرينا كما يقولوا عنده لكل حال في المدرسة، المدرسة الحرة. ومن بعد كي انتقل كذلك إلى مشونش كنا نقرأ عنده كذلك، المجموعة هذه كل كانت تقرأ عنده، قرينا على كل حال. ومن بعد كي وصلنا إلى الشهادة كما يقولوا الابتدائية تقريبا في المدرسة الحرة نتاع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. هذه الأماكن صقلت مواهبه وجعلته رجل بأتم معنى الكلمة. ما سعفوش الحظ أنه يكمل الدراسة نتاعه بعد ما التحق بمعهد عبد الحميد بن بديس، لأن اندلعت الثورة وكان لابد أن يلبي نداء الوطن، ولكنه كان مستواه عالي وخاصة فيما يتعلق بالوعي والحنكة. قبل التحاقه بالثورة استدعى محمد صالح يحياوي من طرف الإدارة الفرنسية لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية، فقابل الاستدعاء بالرفض والعصيان واختار الالتحاق فورا دون تردد بصفوف الثورة إيمانا بقداسة الجهاد ومحاربة الاحتلال. التجنيد نتاعو تم في جوان 56 في الناحية الثانية نتاع توتا، تجند مع سي محمد شريف بوعكشة، تجند معه. عندما التحق بالثورة عن طريق قرية عين تفيلة ببطام بجبال بتليلي، والتحاقه بالكتيبة التابعة للناحية الثانية المنطقة الأولى الولاية الأولى، مباشرة كان في الأول كاتبا ثم سياسيا ثم أصبح مسؤول سياسي على الكتيبة. بعد الناحية الثانية انتقل إلى الناحية الأولى. سي محمد صالح كان هنا في المنطقة الأولى، بعدين استدعي من طرف القيادة انت على الولاية الأولى للمركز الولاية. حدثني كثير من المناضلين، كثير من المجاهدين على الدور اللي لعبه سي محمد صالح حيوي آنذاك قبل أن ينتقل إلى المنطقة السادسة اللي هي قلت لك عاصمتها تبسة. ضابط كذلك كان مسؤول في جهة تبسة في المنطقة السادسة، بقى مدة طويلة على كل حال، ثم انتقل إلى المنطقة الثالثة. من بعدين تم تعيينه كقائد الناحية الرابعة المنطقة السادسة، يعني معناها في شرق الولاية، لأن المركز نتاعها ما عندهاش غابة، كي تفوت وادي العرب ما تلقاش الغابة، خلاص الغابة غير من وادي العرب، ورجع جاي عطاو لهم يديروا مركز ثم، المركز نتاع الناحية الرابعة اللي حكمها سي محمد صالح، ومركز قائد المنطقة. إن كل هذه المناطق بجيوشها وبمناضلها تعرف وعرفت وجود ونشاط وعمل وقيادة سي محمد صالح يحيوي. من مرتفعات جبال عاصمة الولاية التاريخية الأولى الأوراس، هنا انطلقت أولى خطوات كتابة التاريخ بالدم والنار. هنا تمركز محمد صالح يحيوي ومن معه من لفيف الرعيل الأول لجيش التحرير الوطني. أنتم في قلب الأوراس،
في قلب المكان اللي عاش فيه يحيوي محمد صلاح يحيوي حينما طلع قبطان. وانا تعرفت على سي محمد صلاح يحيوي لما كان هو مسؤول عن المنطقة الثانية. وفي فترة كانت على كل حال فيه كاين فراغ في الولاية الأولى. فراغ في الولاية الأولى كان على كل حال هو قبل موت علي سويعي تولى هو التنسيق نتاع الولاية الأولى. كان جاء على كل حال زبيري، أصبحت على كل حال تشكلت الولاية من زبيري وعمار ملاح وسي محمد صالح يحياوي كسياسي. واحد النهار جاء سي محمد صالح يحياوي، جاء في مهمة فات علينا، قال يحب يشوف الشعب هذاك وش حوال الشعب منا. حتى كي وصلوا عندنا جاء الشيخ تاعنا المعلم اللي كان يقرينا ويسميه طيب حجازي، قال له جيب لي الأولاد نشوفهم. عندنا شعب اللي هنا معنا، شعب مساكن، شعب اللي هنا في الجبال اللي هنا، بلخص الشعب نتاع دوار الولجة وكل اللي هنا، بلخص البراجع بنساب الرجال بالمال نتاعهم بالغلومات نتاعهم كل كلها جيش التحرير، ونسوين نتاعهم كل هنا في الجبال بالمراكز ديريكت يفقدهم. هو سي محمد صالح كان يفقدهم. جينا بحذا سي محمد صالح شجعنا وشكرنا وقال اقرا وراكم انتم الجيل نتاع الاستقلال ان شاء الله، وما تخافوش راحنا ان شاء الله نستقلوا ونركبوا لافدات ونعديوا على الخوانه ونستهزوا بهم. يعطينا الكوراج يقولنا شوفوا اذا تقدر ربي في المعركه الموت موتوا ما تخليوش روحكم تتحكموا ولا تبليسوا. معناه هذا السيد هذا راهو عنده حينكه لا في التسيير ولا في عنده الرحمه في قلبه. قال لك الناس عايشين معنا في الجبل لازمني نشوفهم. انسان يراقب المجاهدين ويراقب الناس اللي هما ناقصين الصبابط، يراقب الناس اللي هما ناقصين الملابس نتاع الادفيه، يراقب يعني يراقب جميع المجاهدين. قال ما يقدرش هذا الجيش هذا باش يحتمل الصيام، لازم ليه ما يصومش، ولكن عندنا مجاهد يصوم وانا ما فقتلوش. هو فايق له العشيه من عشوه هكا نداني قال لي مسادي، قلت له نعم. قال لي ارواح اللي جيتو، قال لي يا مسادي راهو عندك مجاهد يصوم. قلت له ما عندي حتى مجاهد يصوم، على واش يصوم ديجا وما تلوالو يصوم على الماء. قال هو يصوم حتى على الماء. انسان قايد والمجاهدين إذا داروا قايد أعرف أنه قادر على روحه، وراهو إنسان صنديد لا من حيث المواجهة تاع العدو ولا من حيث التسيير. جاء في الوضعية نتاع المسؤولية في المستوى المطلوب وسير المسؤولية نتاعه فيما أحسن ما يرام في وقته حتى لتوقيف الحرب. كان رغم الجروح البالغة اللي فيها والظروف القاسية ووجود العدو كان يجد الوقت ليتسلى أو ليتثقف أو غيرها. أطلوا رب العالمين إنه عاش فيما قبل، عاش مع التلاميذ يقري، يعرف القيمة نتاع الشباب هذه، يعرف لهم القيمة نتاعهم، والتحق بالثورة لقى الشباب انتاجوا ولقى الشباب أكثر منه ولقى الشباب أقل منه. دائما سي محمد صالح كان نموذج تاع الحذر، نموذج تاع اليقظة، والنموذج تاع الشجاعة. يمد في ولادته ويمد في ماله على جلد باش تحيا الثورة، باش الثورة تبقى ما تنهارش الثورة، باش يبقوا الشرارات نتاع الثورة يمشيوا في جميع الوطن. هو كي يكتب ما يخليش الورقة نتاعه محلولة، الناس ينشروا الورقة هكذا ويكتبوا. هو الحرف السطر هذاك اللي كتبوا يطبقوا ما يخليش يقراوها الناس. النهار يتم الورقه يطبق هاي لوحه في البلوفة يمدها لوين يمدها باش يخلي الكتاب هذاك نتاعو يقراوها الناس منا ومنا يكون متهني. انا شافي على وجهه بعد لو كان اليوم نشوفه وجهه كيفاش كان معنا، وحتى اللباس تاعو كاين اللي مداير لباس تريي ومداير كالو على راسه. قالوا هذا ما تعرفوش، واحد القبعة مثلثة يسميوها الكالون.
بعد التحاقه بالثورة سنة 56 900 1000، أثبت كفاءته وحنكته وقدرته على التحكم في إدارة سير العمليات العسكرية والمعارك التي دارت رخاها في جبال الأوراس رغم صغار سنه. لكن هذه الإشادة لا تخص محمد الصالح يحياوي لوحده، يعود الفضل في ذلك أيضا إلى الأبطال اللاشاوسي بالرفاق السلاح الذين كانوا معه طيلة سنوات الثورة، وحضر معارك عديدة فيها معركة الرفاعة هذه اللي قعدوا فيها 3 أيام، وكما كانت المعركة قائمة هو كان اختبع الجنود، قال لهم الآن المفخرة اللي يقدروا على كل حال يسجلها واحد منكم هو قده يجيب سلاح من عند فرنسا. عندما كانت فرنسا تضرب في البالب هو في نفسه دار قال لهم أما نبقى ولهو نتحرقوا وإلا لازم نهاجموا الكتيبة نتاع فرنسا. مشاو مع الرأي نتاعو أنهم هاجموا الكتيبة نتاع فرنسا وأبادوها عن آخرها، ومنها أنهم جابوا الأسلحة من الكتيبة هذيك. قام اجتماع نتاع المنطقة الثانية برئاسة سي محمد صالح يحياوي وبحضور مسؤولي النواحي. مالا الوقت اللي كان بينا ثم زوايه لهداعش ولا لهداعش وحاجة كذا، قالوا لي جماعة انت شوف الناطرش محمد صالح كاش ما يعطينا شوية صوارد نبعثوهم نبعثو المناضل. بعد الاجتماع وبعد التقارير قرر سي محمد صالح أن يقوم بجولة تفقدية في ناحية من النواحي واختار ناحية الريس، فأخذ القرار سي محمد صالح بأنه يتنقل المسؤولين في المنطقة إلى النواحي للاتصال مع الجنود والاتصال مع الشعب وكذلك لتفقد المنطقة. هو دائما نقسم معاه، دائما نمشي معاه، دائما نتناقشنا وياه هكذا شويه برك، بالتالي نحشموا منه ما نهضروش معاه بزاف. خلاص اعطاني 20,000 اعطيناها لواحد المناضل، ومناضل مناضل من بكري وكاين خوه معانا، وصرنا هذا المناضل هذاك راح باعنا. هناك مشى الخيط كان سي محمد صالح يحيوي مرفوخ بالمسؤولين العسكريين تاع الناحيه على راسهم سي علي سرار. في سنه 61 الاصابه هذيك نتاعو مات ضابط فرنسي كولونيل، ومن اجل على كل حال وصلت على كل حال وشايه باللي راه مار سي محمد صالح من ثم كان هو المسؤول تاع المنطقه الثالثه. اعترضوا الجيش على كل حال، داروا له كمين الجيش الفرنسي وأصيب في رجليه الاثنين. احنا جينا جبينا على الله كريته بعد باش نهبطوا وما ضربوه، ضربوا الكرابيله نتاعو كانت عند واحد المجاهد كانت عنده، هو كي ضربوا هذاك طاح طلع هو باش يجيب الكرابيله نتاعو ضربوه بالمط. الشيء اللي يحكي لي عليه سي علي علي سويعي قال لي عندما اسمه أصيب وكنا معه في عدد من الجنود قال أعطاني المسدس نتاعو، قال له سي علي إذا كان ما كومش قادرين تمنعوني وتقدروا على كل حال تنقلوني من المكان هذا، قال له تقتلني وما تخليش فرنسا تحكمني على كل حال. هبطنا الواحد الواد زاد الحقوا اسمه الجماعة ما نعرف كيف كل واحد على ظل وجهه. بقيت انا وياه في زوج، انا وعبد الله يقولوا عبد الله العرب، بقينا انا وياه نهزوا هزيناه مشينا به شويه قطعنا البارود حبسنا ما زلناش ضربنا حنا هزيناه طلعنا لواحد الكريتير فوق خلاص حطيناه في واحد اسمه كذا واد صغير وحلفت منه ومنا دخلناه ثم أديت الكورطابل نتاعو خبيته لهيه بعيد علينا. سي علي قال لي على كل حال جمعنا، قال لي اتصلنا بالنواحي اللي قريبة من بوزينة
قال لي وجبنا عدد كبير من المجاهدين ونقلوه من بوزينة إلى كيمل. على كل حال كما يسميوها هما عسكر ولا مستشفى، ولكن عبارة عن كازما. رجعنا قلنا له شوف رانا ما نظروش من هنا إلا ما متنا، إلا ما متنا الكل. إذا كان متنا راك تموت، إذا كان حينا راك تحيا. درنا هكا بدماغه، هذا ما قالنا مسكين ما قدرش يهضر. خليناه ثم قعدنا. عبد الله جا من هيه في واحد البراصة وأنا جيت من هنا قعدنا نستناو الموت. هذا ما كان هذا خاطر توصلت. جاء العسكر طلع رب العالمين داهم من هنا وداهم من هنا، والشعب هذيك ما جابش عليها. والحق عندنا في غابة كيمل كنا في ذاك الوقت جانا الاتصال، جابنا الخبر باللي قائد المنطقة الثانية وقع في الكمين وراه مجروح جروح بالغة وراه قد يصل من حين إلى آخر. فقمنا باستدعاء وإخبار الأخ معمر زايدي. عمر زايدي كان هو مسؤول التمريض، هو الانفيرمي تاع الناحية. إيه حضرنا له الطبيب، لقاه الفرملي مهجور، لقاه والطبيب لقيناه الطبيب سي محفوظ ودا معاه فرملي مهجور. مشى ولقيناه بالدورية، شبناه من ناحية الرابعة من كيمل، شبناه لحقناه المراكز لهنا نتاع الولاية، هزيناه قلنا أعطيو لنا الماء، أعطيو لي الماء، وقلنا له ضرك نعطيو لك، ما عطينالوش. عدينا وصلناه للسبيطار. كي وصلناه لسي محمود وسي محفوظ قالنا لو كان عطيتو له الماء تخرج روح وصور بلاص ثم، ولكن درتو الصح كي ما عطيتولوش الماء. جبنا حينما اتصل الشعب المركز اللي هنا، كاين في هذيك القصمة هذيك البلاصة هذيك نتاع الممرضين، قعد فيها شي ليلتين ولا ثلاثة. فوتناه وجدنا له البلاصة في الغابة في راس فورار الهيه، وجدنا له فيه المكان وكل النواحي وكل المناطق وكل الجرحى نتاعهم الخاطرين كل يروحوا ثم. جا سي محمد صالح جابوه ثم وما يقدرش يمشي وما يقدر حتى حاجة، خباوه داروا له في مخبأ خاص ويروح ممرض يداويه في وقت العلاج، وعنده جندي قاعد معاه المخبأ كاش ما يحتاج كاش ما حاجة، وبالجنود اللي يكونوا معاه عسى، وبالجنود اللي يحتفظوا به، وبالجنود اللي والفرامل اللي هما يكونوا معاه. وجدناهم كل وهزيناه منا ديريكت ديناه للسبيطار بصفة رسمية، أبقى في السبيطار حتى توقف الحرب. رغم الجرح رغم التألم هذاك رغم كل شيء، ولكن كانت عنده معنويات مرتفعة للغاية خلاص. وكان في هذيك الوقت بعد كان حاكم المنطقة ويبعث التعليمات نتاعو للمنطقة باش تنفذ، وهو ما يخبروه كانش ما كان حاجة يخبروه، بقى محتفظ بالمركز نتاعو رغم هذاك الجرح هذاك، ولكن ما منعوش باش يقوم بالمهمة نتاعو. كانت رجله على كل حال مصاب بالرجل هذا ومكسور هنا في الرجل هذه على كل حال، وكان على كل حال وبقى على الحالة نتاعو هذيك حتى الاستقلال. رحت له ثلاث مرات رحت له، لأن أولا ممنوع باش يروحوا له في مخبأ. يتعين بعد مسهول، يتعين طلع كوماندا من بعد طلع كورونيل، تفيك تا حاكم لاريجو، حاكم لاريجو تروازيام ريجو، سير الرجال واعطوا عليه نظرة نتاع الجيش الوطني الشعبي وفيه المجاهدين اللي طرات كل نتاع الفصائل والنواب نتاع الفصائل وكل نتاع جيش التحرير، اعطوا عليه صورة اللي ما تصورش. يعني معارك عديدة يعني اللي كان سي محمد صالح وراك مذكرتوها، على كل حال معارك عديدة اللي حضرها وكانت بالبطولة، يعني اعترفوا له بالبطولة نتاعو وبالتوجيهات نتاعو نتاع الجنود.
شعب تدور راحها وأوراس يريد يفضي فخرا يقاتل حتى بأشجاره ومن فوق الروشه أي ذكرى. بعد إعلان وقف إطلاق النار ثم الاستقلال، بشرت الولاية الأولى في تنظيم قواعدها العسكرية من خلال استدعاء قادة منطقة الأوراس، وعقد اجتماع ترأسه محمد الصالح يحياوي بعد أن عينه العقيد الطاهر زبيري مسؤولاً عن الولاية الأولى وعضواً فاعلاً ضمن اللجنة المركزية للأفلان، ثم عضواً في مجلس الثورة بعد تقلد هوارب مدين رئاسة البلاد. كي وقف القتال حولوه لقسمطينة، القسمطينة زاد عالج شوية في قسمطينة ومن بعدين على كل حال أرجع للجيش. من بعدين دي تشوه ما خرجش للحزب. عنده مواقفه كذلك مع بن بلة عندما عندما حكموا على الإعدام على شعبان ربي يرحمه، كان عضو في اللجنة المركزية، كان على كل حال كانوا مجتمعين، وبعد ما سمع بأنهم شعبان يعدموه في الليلة هذيك وكان الاجتماع تاع اللجنة المركزية، واجه بن بلة في نفسه كرئيس، قال له أنت قتلت شعباني، قال له أنت ما أنت إلا مجرم وسفاح. بن بلة اغتاظ من الكلمة هذيك، يحكي لي أنا سي محمد صالح، اخبط على الطابلة ورفع الجلسة وعيط البومدين، قال له كيف على كل حال، قال له انت اللي حررت محمد صالح على أساس باش يتكلم معايا هذا الكلام هذا، بومدين ما كانش على باله بهذا، قال له لهذا ما لازموش يقعد معايا ولو دقيقة واحدة في اللجنة المركزية. وفي الحقيقة لم يتكرم عليه أحد، فهو أكبر جريح في الثورة. انتهى الكفاح المسلح وهو جريح، انتهت الثورة المسلحة وهو عضو في قيادة الولاية الأولى. حال بومدين كان هو كان وزير الدفاع على كل حال في الحكومة تاع بن بلة، وش يعمل على كل حال، وكان يحب سي محمد صالح، نقله من أزال هو اسمه أقلوه من اللجنة المركزية وعينه في الأكاديمي تاع شرشان مع الكولوني العباس. عند اجتماع مجلس الثورة للسينارة، مجلس الثورة اجتمع في بعد توقيف القتال، سي محمد صالح يحياوي كانت الترقية إلى مجلس الولاية، هو وسي عمار ملاح وسي محفوظ إسماعيل ويرأسهم سي طاهر زبيري، هما كانوا أعضاء في مجلس الثورة. محمد صالح ما كانش من النوع اللي يخبي أفكاره، ولهذا كان هناك صراع بينه وبين رئيس بن بلة. في المؤتمر الرابع في سليمان أفريقيا سبق هذا الكلام وما خلاهم يقول بن بلة، قالوا عنصري وفي رسم وحكم الفردي وكذا، وقبيح وسريح ويحضر بكافش سريح، قال لهم هو ولا أنا. قالوا شوية خلاف مع بن بلة، اتصل بالطاهر زبيري، الطاهر زبيري طلب من بومدين، هذه حكاها لي الطاهر في دارو، الطاهر قال لي سي الطاهر قال لي بلي، قلت له إذا ما تديروش نديها أنا نصبو، أداه نصبو حاكم شرشال. وكان خطاب نتاعو اللي ألقاه في أعتقد مؤتمر 64 كان خطاب قاسي جدا، و وضع أمام الجمهور معظم الأخطاء اللي يراها في سياسة الرئيس أحمد بن بلة، وبالتالي كانت هنا بداية الغضب نتاع رئاسة الجمهورية ضد محمد صالح. راح لي الطاهر زبيري وبعدين قالوا خلاص ارجع للجيش كما كنت. وبالتالي بن بلة قال للعقيد بومدين اللي هو كان معروف انه كان من أصدقاء محمد صالح،
قال له السيد هذا مش حاب نشوفه الآن خلاص. رجع للجيش تم مرتاح يمشي شوية لباس. فكتوه النائب تاع عباس في شرشيل. كلية شرشيل وحاكم المدرسة تاع البليدة. تلك المرحلة قرر العقيد هواري بوبيجان كان وزير الدفاع أن يعين محمد صالح الحياوي كنائب لقائد الأكاديمية العسكرية في شرشيل. وهنا تواصل التعارف نتاعي أو العلاقة نتاعي مع محمد صالح. كنا ديما نمشيوا في شرشيل أنا والمدني حواس ومع آخرين. كان كل شيء فرنسي، سلوت الهويات والفيليات، نحن في الطول. كان كل شيء فرنسي، طيارات، المطارات، كل. وقلت لنا واحد الدبابات مش مدرعات على الاستطلاع، على الرد هذوك، يجوا يمشوا بزاف. لازم يعطيهم الواحد ثقة. قال لي روح شوف الرايد. كان كومنداسي محمد صالح. قال لي روح شوف الرايد، دخلت عنده. الله يرحمه. كنت فكر. دخلت عنده. قال لي واش قالك لك حين؟ قلت له قال لي راح شوف سي محمد صالح. قال لي عبالك جماعة فرانسيس راحوا خلوني المدرعات تاع الكونيسانس تحكمهم. مش تحكمهم. قلت له سي محمد صالح انا درت المشاهد ما درتش المدرعات. قال لي معليش. أو كاين سليطنا دار الأرض المدرعات نديرو نايب معاك يخدم معاك. الأكاديمية تاع شرشيل اللي بقى فيها حوالي 8 سنين. كل المؤسسات اللي تبنات في الأكاديمية تاع شرشيل كانت بفضل المجهودات تاعو اللي دارها. كل المنشآت هاك الكلية بنيناها ليل ونهار. الدور اللي قام به محمد صالح الحياوي سواء مع العقيد عباس اللي كان قائد الكلية أو فيما بعد عندما توفى العقيد عباس كان دور مهم جدا في إعطاء الأكاديمية البعد الدولي لمؤسسة عسكرية في مستوى جامعي، يعني مش مدرسة عادية. يقول هذا من الضباط، هذا من الطلبة، هو بقيادة تاع الجيش غدوة، وهم كانوا قيادة بعد، خاطر كاين بعض الشفوات تزير كاهو يروح والدنيا تخلى، يخدموا بالخوف، هو ما كانش، الناس كل تقدم بالطير، غايب ولا حاضر، الأمور تمشي. تسارع الأحداث السياسية في البلاد تمخض عنها تبوء محمد صالح يحياوي رأس الحزب الحاكم
حركية غير مسبوقة، جدية، تنظيم وصرامة يشهد عليها جميع من عرفه. سي محمد صالح كانت الأكاديمية تاع شرشال كلها على كل حال الدراسة نتاعها وكلها بالفرنسية. هو في نفسه دار وجه بعثة إلى سوريا من أجل بيجيب على كل حال الكتب العسكرية من سوريا باش يولي ويدرسوا الدراسة تكون بالعربية في الأكاديمية تاع شرشال، وهو اللي عرب الأكاديمية تاع شرشال بعد ما جات البعثة. وكانوا كانت على كل حال مجموعة من الكتب نتاع الإشارات ونتاع كذا، كان وزير الدفاع نتاع سوريا ما حبش على كل حال يمدهم البعثة هذيك على أساس فيهم أشياء سرية، ولا هو اتصل على كل حال بالحافظ أفسد قالوا على أساس باش يسلموا له الكتب هذوك. حافظ الأسد قال لهم الشيء اللي تطلبوا الأكاديمية تاع شرشال لازم تعطي له كيف ما كان الحال. أعطوا له على كل حال الكتب هذوك وصبحت الأكاديمية تاع شرشال درس بالعربية، وهو اللي عرب الجيش الجزائري. يحياوي استنجد حين تقلد حزب جبهة التحرير بمجموعة من الكفاءات في مقدمتها علي بن محمد وعبد المجيد شيخي. هؤلاء كلهم كانوا من بين قادة التيار التعريبي في الجزائر. فيما يتعلق بمسألة التعريب، قال لي قداه يزمك وقت باش تعرب إدارة الحزب؟ قلت له أعطيني 4 شهور. قال لي فقط؟ قلت له 4 شهور. قلت له بالصح أنا سأكون صارما، خلي وأنا معك. وألحقت بي في مرحلة من المراحل قضية التعريب، فكنت مسؤولا عن التعريب ومسؤولا عن ديوان الوزير، وعشنا 7 سنوات في هذا المرحلة هذه. بدأ التفكير طبعا منذ مجيء وزير التربية الجديد، وكان قبل مجيئه في 68 في وقت الدكتور أحمد طالب بدأ التفكير في إصلاح عميق للمنظومة التعليمية، المنظومة التربوية. عربت إدارة الحزب من الجهاز المركزي إلى القسمات كلها، عربت في شهرين، في ظرف شهرين. أعطيت له التقرير، قال لي شهرين، قلت له خلاص. عرف عن العقيد محمد الصالح يحياوي نضاله عن مقاومات العروبة ودفاعه المستميت عن اللغة العربية. دعا في منابره لاحترام المرأة وترقية دور الشباب، ما جعله موضع إعجاب لدرجة أن الكثير حبه لوطنيته وغيرته على الحزب والوطن والتعريب، حيث كان يحرص في خطبه على توثيق الصلة بالوطن والإصلاح الفكري والتربوي والنضالي. طلب بومدين من وزيرنا سعد الكريم بن محمود أن نحضر وثيقة عالية المستوى في مناقشة الميثاق. محمد صالح يحياوي كان يناقش، أخذ الكلمة ووصلوا إلى الفصل الذي تحدث فيه من القلب، وأكمل الاجتماع. لم يقل شيئا بومدين اليحياوي، ولا يحياوي أخذها على أنه عداوة لبو ينبغي أن يقال في هذا الميدان، ويقرأ فقرات من النص نتاعنا اللي وجدناه. كي جاء وزيرنا بعد الظهر بعد انتهاء المجلس كالعادة عيط لي، وعيط عبد الحميد مهري وعيط لي، قال لنا نحكي لكم اليوم حكاية طريفة، يعني وقعت حادث في مجلس الحكومة لم يقع مثله أبدا في مجلس الوزراء والأعضاء مجلس الدولة. ماذا؟ حكى لنا حكاية يحيوي. قال وأنا كنت معجب به تماما ومنشرح لذلك الكلام الذي قاله عن نص الميثاق الوطني، و واستدري من أعطاه الوثيقة نتاعنا ميثاق التربية.
قلت له انا اللي اعطيتها له، وحكيت له حكايه الصديق اللي هو ايضا صديق كبير لبن محمود. قال لي عملت مليح، قال لي ولكنه قال كلام ذهبي، وابو مدين يعني اغتاظ ايضا ولكن حاول ان يتماسك وان لا يقول كلمه الى اخره.